عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في الدرس الماضي كان في قد بدأ بالحديث حول ما أشير إليه من آراء حول قضية الاشتراط التي وقع الكلام من المصنف فيها حول المعنى الثاني للإشتراط. وقلنا كما قال المصنف يعني بقولين عليكم السلام، يعني ذكر المصنف قولين وذكرنا قولنا الثالثا وهو القول الذي نسب إلى الشيخ كاشف الغطاء في قضية أن قطع القطاع ليس بمعتبر يعني شرعا، وأنه ينزل منزلة الإنسان يعني الشكاك أو كثير الشك كما أشير. وكما قلنا بأن الرأي الذي أشار إليه المصنف أولا وهو الرأي الذي هو الرأي الذي يعبر عنه الرأي المشهور بين الأصوليين، وإن كان البعض قد يعني خالف في قضية استحقاق العقاب، ويعني منهم الشيخ الأنصاري الذي ذهب إلى مثل هذه القضية باعتبار أنه رأى بأن هذه القضية وهي قضية استحقاق العقاب بالنسبة للمتجري، وإن كان المتجري يستحق الذنب باعتباره يعني فعل يعني فعل فاعل قبيح، ولكنه ليس فعلا قبيحا. ففصل بين القضيتين، فصل بين الفاعل وبين فعله، فاعتبر الفاعل يعني شخصا قبيحا باعتبار أنه جعل من هذه القضية أنه يدل على سوء سريرته ونفسه الشريرة، ولكنه مع ذلك قال بعدم ترتب المسؤولية الجزائية، قال بأنه هذا لا يعني معنى يعني لا يعني أنه يستحق عليه ماذا يستحق عليه العقاب إذا يعني تبين بعد ذلك أنه ليس بتكليف واقعي، إنما هو اعتقد أنه كذلك. وطبعا كما هو معلوم أنه أشرنا أيضا في يعني فيما تقدم أنه الإنسان الذي يكون عنده قطع بخمرية شيء، وهذا المثال الذي لعله هو المثال الأشهر في هذه المسألة، وعندما ينظر إلى هذه القضية بهذه مع هذا الاعتقاد عليكم السلام، ويكون قطعه فيه خطأ من ناحية التطابق على الواقع، فعند ذلك هذا الخطأ يعنون فعل الإنسان بعناوين مختلفة، فإن كان واقعه يعني واقع هذا الشيء ليس مثلا يعني كان مخطئا في هذا الاعتقاد، كان مخطئا في هذا القطع، فإن حصل وخالف ما قطع به سماه المصنف وسماه الأصوليون بالمتجرم، وإن كان قد انقاد إلى مثل هذا الأمر، يعني هذا الذي قطع بكونه خمران مع كونه ليس بكذلك، مع أنه ليس إلا مثلا شراب مثلا محلل وليس بخمر، كان يكون ماء مثلا، فإن هذا الإنسان يعبر عنه بالمنقاد. وهناك حالة أخرى، لأنه هذه الحالات التي تذكر، حالة أخرى هذا القطع في حالة عدم مطابقته للواقع يعطينا عنوانين يعني للإنسان المتعامل معه من ناحية الامتثال وعدم الامتثال، وفي حالة مطابقته للواقع أيضا يعطينا أيضا عنوانين كذلك من ناحية الامتثال وعدم الامتثال. فإن كان هذا الأمر مطابقا للواقع فإن الانقياد له كما هو معلوم يسمى الإنسان بسببه مطيعا، وعدم الانقياد له يسمى الإنسان بسببه ماذا يسمى الإنسان بسببه يعني عاصيا، لا يسمى مثلا متجريا باعتبار أنه ماذا أنه أن هذا الذي قطع به يكون أمرا مطابقا للواقع. هنا كما يقال أنه يمكن لنا أن نقول بأن التجري والانقياد، التجري والانقياد عندهما ماذا؟ عندهما جهة مشتركة، كما أن يعني الطاعة والعصيان كذلك يمكن القول بأنه يوجد بينهما جهة مشتركة. هنا الجهة المشتركة بين الطرفين هي بين المنقاد وبين المتجري أن هذا الذي يقطعان به كل منهما ليس مطابقا للواقع،
هذه لعله جهة يمكن يعني تعتبر جهة يعني يلتقيان فيها. والجهة التي يفترقان فيها هي أن كل منهما له موقف مخالف من ناحية القاض. ففي الوقت الذي ينقاد فيه الإنسان لقطعه يسمى منقادا، وفي الوقت الذي مثلا ينقاد لا ينقاد الإنسان لقطعه يسمى متجريا. كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى يعني بالنسبة إلى يعني الإنسان العاصي والإنسان يعني المطيع، كذلك هما يجتمعان في نقطة، وهو أن ما قطعا به أمرا كان مطابقا للواقع، ويفترق كل منهما أيضا في موقفه من هذا الأمر المقطوع به. ففي الوقت الذي يحاول الإنسان يعني في الوقت الذي يقوم الإنسان العاصي بمخالفة ما قطع به وهو أمر واقعي ومطابق للواقع، يأتي الإنسان الآخر في ليتخذ موقفا، ماذا؟ موقفا إيجابي. هذا الموقف الإيجابي يتمثل في أنه يمتثل يعني لما يمكن أن يعني يعطيه هذا القطع من حق للمولى، فيطابق مثل هذا الحق. في هذه القضية نحن ذكرنا أمور، منها ما أشار إليه المصنف في القول في المقام الأول، ومنه ما أشار إليه في المقام الثاني. ما أشار إليه في المقام الأول أن المتجري والعاصي كلاهما يشربان من يعني من مشرب واحد، كما أن العاصي كما أن المطيع يعني المطيع والمنقاد كأنهما ماذا يشربان من كذا من مكان واحد، وهكذا. فنزلت بعض الأمور منزلة واحدة وإن كانت عناوينها مختلفة. وذهب المصنف ومعه كما يعني قلنا مشهور الأصوليين إلى أن قضية الاشتراط في بالمعنى الأول غير موجودة، وكأنه ماذا كأن الأمر الذي يجب علينا القيام به وتحقيقه هو ماذا هو موضوع هذا الحكم، موضوع هذه القضية التي توجب حقا للمولى، وتمام هذا الموضوع هو القطع بالتكليف وهو متحقق. بعد ذلك لا ننظر إلى أن هذا التكليف طابق الواقع أو ليس كذلك. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى هذا المطلب الجديد الذي ذكرنا فيه ثلاثة أقوال. القول الذي أشير إليه وهو قول لم يذكر المصنف، وهو القول الذي نسب إلى كاشف الغطاء بعدم اعتبار قطع القطاع مطلقا باعتباره نزله منزلة الإنسان كثير الشك أو الوسواس أو ما شابه ذلك. والقول الذي أشار إليه هو المصنف أولا، وهو أنه يعني هذا يعني القول الذي هو يعني كما يقال كونه يعني اعتبره اعتبارا مطلقا، يعني كما جعله منجزا من جهة ومعذرا من جهة أخرى. والقول الثالث الذي هو القول الذي أشار إليه باعتبار أنه يفصل بين ماذا بين الحالتين، وهي حالة التنجيز وحالة التعذير. وقلنا بأنه في حالة التنجيز ذهبوا إلى أنه لا مشكلة في أن يكون هذا الأمر في حالة التنجيز يعني فيه حجية، ولكنهم وقعوا في الأمر الآخر وهو التعذير، فقالوا بأنه من ناحية التعذير ليس الأمر كذلك. هنا هذا الذي أشاروا إليه وهو أنه ليس الأمر كذلك، قالوا أن الإنسان إذا حصلت عنده حالة قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه، ثم بعد ذلك تبين أن التكليف كان ثابتا في الواقع، فإن هذا الإنسان لا يكون ماذا لا يكون معذورا. ما هي الوجوه التي ذكرت في هذا المقام يعني في هذا الأمر، باعتبار أن هذا كأنه تفصيل في هذه القضية بين موردين، مورد التنجيز من جهة ومورد التعذير من جهة أخرى. فذكروا بأنه هذا الإنسان الذي هو يعني الإنسان القطاع، هذا الإنسان أساسا كان عليه أن يلتفت إلى أنه أساسا هذه الحالة التي يعيشها ليست حالة طبيعية، وهذه الحالة أساسا ليست حالة مرغوبة، وكان عليه أن يلتفت إلى وجود مثل هذا الأمر، وهو أنه باعتبار أن النتيجة التي وصل إليها وإن كانت لا يمكن أن يتدخل الشارع لينهى عنها حتى لا يقع هناك نوع من التناقض بين حجيتها من جهة وإسقاط حجيتها من جهة والنهي عن الحجية من جهة أخرى، كان عليه أن يلتفت بأنه المقدمات التي يستند إليها الإنسان في هذه الحالة التي وصل إليها ليست مقدمات يعني عقلائية، ليست مقدمات
مرغوبة، ليست صحيحة، ليست متعارفة، إنما هي أمور وقع النهي عنها. وعلى أقل تقدير، هذه المرتبة المتطرفة منها التي تجعل الإنسان وسواسا مثلا يؤمن بأي شيء يصل إليه ولو بطريقة ماذا غير متعارفة. فمن هنا قالوا بأنه نحن عندما نتحدث، يعني كما قال المصنف هؤلاء يقولون نحن عندما نتحدث عن هذه القضية لا نريد أن نقول بأنه في الوقت الذي يحصل للإنسان قطع، يريد من هذا القطع أن لا يكون حجة، بل نريد لهذا الإنسان أن يلتفت إلى أن هذه الأمور التي أوصلته إلى هذه الحالة ليس موقف الشارع منها موقفا حياديا، حتى يمكن أن يقول بأنني اعتمدت على أمور ليس هناك نهي عنها وليس هناك رجع عنها، بل هناك رجع عن مثل هذه الحالة، ووصوله إلى مثل هذه الحالة ليس إلا نتيجة للاعتماد على مثل هذه الأمور. وكان عليه ماذا؟ وكان عليه أن يأخذ الطريق المتزن، الطريق الذي يعلمه كيف يتعامل مع مثل هذه القضايا بالطريقة المتعارفة الطبيعية التي توصله إلى النتائج بطريقة لا يكون ماذا؟ لا يكون يعني لا تكون مقدماته مثلا مثل هذه المقدمات التي نهي عنها. طبعا هذه يعني هذه القضية الكلام فيها كما قلنا يعني في الدرس الماضي، الكلام فيها يعني قد يقال فيه أنه كلام تصويري، كلام نظري. هذا التصوير النظري لمثل هذه الحالة، وهو أنه نحن لا نريد من هذا الإنسان أن يسلك تلك الأسباب غير العقلائية في الوصول إلى حالة القطع، لا نريد منه ذلك، ولكنه في الوقت الذي نقول مثل هذا الكلام ونقول أنه لا يمكنه فعل ذلك باعتبار أنه أمر ليس مرغوبا، ولكن مثل هذه الحالة التي نحن فيها تحتاج إلى إثبات كما احتاج إلى تصوير، لأنه القضية التي يصورها المصنف نقلا عن هؤلاء هذه القضية في الوقت الذي تحتاج إلى تصوير تحتاج إلى إثبات باعتبار أنها يجب أن تكون قضية عملية حتى يمكن مدى القول بأن هذا الذي صورناه لكم من قضية الرجع عن مثل هذه الأمور عملية يمكن ماذا؟ يمكن الاعتماد فيها على النصوص. ولذلك المصنف بعد أن أشار إلى مثل هذه الحالة وذكر مثل هذه الحالة أراد أن يقول بأنه من المعقول جدا أن نطالب الإنسان أو يطالب الإنسان بأن لا يأخذ مثل هذه الوسائل التي توصله إلى مثل هذه الحالة، لأنها وسائل غير طبيعية وغير عقلائية، ولكننا نفتقر إلى حالة يعني الإثبات لهذه المسألة، لأنه مثل هذه الحالة وإن كانت من الناحية المعقولية مصورة ومعقولة ولكنها من مرحلة الإثبات ماذا؟ لا دليل عليه. نقرأ هذا الكلام حتى نصل إلى الأمر الثاني الذي أشار إليه. قال المصنف: أما المعنى الثاني فكذلك أيضا، لأن عدم التحرك عن القطع الذاتي بالتكليف يساوي عدم التحرك عن اليقين الموضوعي في تعبيره عن الاستهانة بالمولى، هذا كلامه الذي أشار فيه إلى القول الأول، وهدر كرامته فيكون للمولى حق الطاعة فيهما على السواء، يعني في حالة يعني في الحالتين معا، والتحرك عن كل منهما وفاء بحق المولى وتعظيم الله، هذا كلامه في بيان ماذا؟ في بيان الرأي الأول الذي يقول بأنه هو حجة مطلقا، يعني حجة في جانب التنجيز وحجة في جانب ماذا؟ في جانب التعذير. ثم أشار إلى القول الثاني بقوله: وقد يقال إن القطع الذاتي وإن كان منجزا لما ذكرناه، لما ذكرناه في الوجه الأول باعتبار أنه جهة مشتركة بين القولين، قال: ولكنه ليس بمعذر، هذه الجهة التي نفترق فيها عن القول الآخر اللي هو القول بالتفصيل بين الجنبتين، قال: فالقطاع إذا قطع بعدم التكليف وعمل بقطعه وكان التكليف ثابتا في الواقع فلا يعذر في ذلك لأحد وجهين. يقول هنا عندما يقطع الإنسان بعدم التكليف للإنسان ويبدو بعد ذلك يتبين بعد ذلك أن هذا الأمر ثابت عليه، يقول هذا الإنسان لا يعذر. الوجه في ذلك هو أنه الأول إن الشارع ردع عن العمل بالقطع الذاتي، ردع عن عمل بالقطع الذاتي يعني أن هذا الأمر ليس ماذا؟ ليس مقبولا، يعني ليس مقبولا، ليس بهذه المثابة، ليس بمثابة أنه قطع حاصل، ولكنه
ردع عن أسبابه عن تلك الأمور التي يستند إليها كمقدمات للقاضي، أو ببعض مراتبه المتطرفة على الأقل، لأنه هناك حالات الإنسان يصبح فيها ماذا؟ إنسانا وسواسيا، يعتمد ماذا؟ يعتمد على يعني خيالات وما شابه ذلك. قال: وهذا الردع ليس بالنهي عن العمل بالقاطع، لأنه نحن عندما نقول بأن هناك ردع، لا نقصد بالردع أنه عندما يحصل القطع يأتي الشارع لينهى عنه، لأنه القطع الشارع أمر باتباعه ويعني جعله حجة، فلا يمكن أن يجعل ماذا؟ أن يجعل هناك نهي عنه بعد ماذا؟ بعد أن أصبح ماذا؟ أصبح يعني حجة، لأنه عندما يأتي لينهى عنه سأنه سيلزم من ذلك ماذا؟ اجتماع الضدين أو اجتماع النقيضين كما يعبر يعني بعضهم. قال: وهذا الرجع ليس بالنهي عن العمل بالقطع بعد حصوله، وإنما بأي شيء؟ قال: بل بالنهي عن المقدمات التي تؤدي إلى نشوء القطع الذاتي للقطاع. هذه المقدمات التي ينشأ منها، هذه وسائل، إنسان يستعمل مثلا الرملة، مثلا علم الرمل، إنسان يستعمل مثلا طريقة أخرى، وهكذا الطرق التي يتعارف استعمالها للوصول إلى بعض الأمور الاعتقادية وهي غير معتبرة شرعا. أو الأمر، هسه لعله هناك قد ينهى عن بعض الأمور أو لا، هناك أمر بترويض ذهني عن الاتزان، أن الإنسان يجب أن يكون ماذا؟ يعني متزنا في مثل هذه الأمور الأشياء التي تأمر الإنسان ماذا؟ بأن يكون متوازنا في تصرفاته التي لها علاقة بهذا الأمر، ماذا؟ التي يمكن أن تكون سببا من أسباب وصول الاعتقاد الذي يصل إلى حد القاضي. قال: وهذا حكم طريقي يراد به تنجيز التكاليف الواقعية. هذا الطريق، إذا هذا الأمر ماذا؟ يقول هذا هو أساسا حكم طريقي للوصول إلى مثل هذه الأمور، تنجيز التكاليف الواقعية التي يخطئها قطع القطاع وتصحيح العقاب على مخالفتها. هو أساسا هذا ليس إلا طريق للوصول إلى مثل هذا، للتنجيز من جهة ولتصحيح العقاب على مخالفتها من جهة أخرى. ونحن عندما نقول هذا الكلام نجد أن هذا الكلام معقول، ولكنه بالنتيجة لو طولبنا بإثباته عن طريق يعني الدليل، عند ذلك سنفتقر إلى هذه الحالة. قال: وهذا أمر معقول غير أنه لا دليل عليه إثباته. معقول يعني وجيه أن يقال أنه فعلا الإنسان مأمور بالاتزان، مأمور بأن لا يتبع كل الطرق المعروفة كذا، ولكن هل هناك دليل على عدم يعني دليل على إثبات هذا التصوير؟ يقول: هذا أمر لم يقم عليه دليل. هذا الأول، هذا الوجه الأول. الوجه الآخر الذي أشار إليه هو الوجه الذي أراد من هذا الإنسان القطاع أن يلتفت إلى وضعه الخاص. الإنسان القطاع له وضعه الخاص. الإنسان عادة عندما يعيش حالة من حالات يعني الاتصاف ببعض الصفات يلتفت إلى نفسه في كثير من الأحيان، حتى أن بعض الناس الذين يعيشون حالة أمراض نفسية في بعض الأحيان قد يلتفت إلى وضعه. فعندما يسأل مثلا أنه يعيش هذه الحالة يقول: نعم أنا أعيش مثل هذه الحالة. إذن فعند الإنسان يمكن أن يوجد نوع من الإدراك يصل إلى حد ماذا؟ حد اكتشاف مثل هذه الحالة، وأنه يعلم بأن حالته التي يعيشها هي حالة ماذا؟ حالة غير متعارفة، أنه يختلف. مثلا عندما يقارن هو وغيره من الناس يرى بأنه هو إنسان مختلف عن بقية الناس الذين يعيشون حالة يعني حالة التعامل العلمي مع القضايا بطريقة مختلفة، فيرى أن طريقة تعامله هو طريقة خاصة، طريقة غير متعارفة. هنا هؤلاء يقولون بأن هذا الإنسان القطاع لو حاول الالتفات إلى نفسه، يعني يرجع إلى نفسه، أنه يعيش حالة وسوسة أو حالة قطع غير طبيعية بطريقة غير طبيعية، وحاول ماذا؟ أن يفكر بينه وبين نفسه أنه هذه الأمور التي تحصل له، يعني هذه الأمور التي تحصل له وهي حالة القطوع التي تخص ماذا؟ التي تخص حالة الإباحة، لأننا نتحدث عن قضية المعذرية. هو يعلم
من خلال معرفته بنفسه بواقعه أن مثل هذه القطوع من الممكن أن يكون فيها ما هو ليس بواقعي، لأنه يرى من نفسه أنه يصل إلى حالة القاطع لأبسط الأسباب. فهذا هذه المعرفة التي وصل إليها، هذه المعرفة التي توصل إليها والتي حصلت عنده، هذه المعرفة تجعل عنده على أقل تقدير أنه يحتمل أن بعضا من هذه القطوع التي تحصل عنده ماذا؟ قد يكون غير مطابق للواقع. إذا كان الأمر كذلك، فالإنسان الذي يحصل عنده حالة قطع مستمرة وحالة قطع دائمية مثلا بالإباحة والتعذير عن التكاليف، عنده عندما تحصل عند حالة التفات إلى نفسه، سيحصل عنده ماذا؟ سيحصل عنده على أقل تقدير علم إجمالي بأن بعضا من هذه القطوع باعتبار يعني باعتبار التفاته إلى حالته التي يعيشها أنها ماذا؟ أنها ليست يعني مطابقة للواقع، باعتبار الحالة غير المتعارفة التي يتعامل معها مع القضايا العلمية، لأنه يعلم أنه هو لأبسط الأشياء مثلا يحصل عنده ماذا؟ يحصل عنده القم. عندنا فإذا كان الأمر كذلك، لو فرض أن هذه القضايا تعددت، لو فرض أن هذه القطوع تعددت وأصبحت مثلا بالعشرات، فهو على أقل تقدير ماذا يحصل عنده؟ علم إجمالي على أنه يوجد في بعضها، على أقل يقول مثلا أحتمل أن يكون واحدا من قطوعاتي بسبب حالتي غير طبيعية ليس مطابقا للواقع، فيحصل عنده ماذا؟ فيحصل عنده حالة علم إجمالي بوجود تكليف، لأنه يقول ماذا؟ لأنه هذه حالة إباحة، بوجود تكليف مثلا قد يكون هذه الأمور التي وصل إليها من خلال القطع بأنها أمور غير يعني غير ملزمة له، على أقل التقدير قد يكون واحد من هذه الأمور ماذا؟ ملزم، فيكون ماذا؟ فيكون محرما عليه فعله، مع أن القطع ماذا؟ قال له بأنه يجوز له مثلا فعل هذا الأمر. يقولون إذا كانت الحالة بهذه يعني الكيفية وبهذه المثابة، فإن هذا العلم الإجمالي يشبه إلى حد كبير، يعني بل يمكن أن يكون يعني إلى بحد التصوير القريب من المطابقة، يشبه إلى حد كبير الإنسان الذي عنده أفراد فيها ماذا؟ فيها طرف من هذه الأفراد يجب تجنبه وهو لا يعلمه بعينه. عند ذلك ماذا يطلب من هذا الإنسان؟ يطلب من هذا الإنسان أن يتجنب الجميع، لأنه من الممكن ماذا؟ من الممكن أن يكون أي قطع من قطوعاته هو الذي يكون ماذا؟ هو الذي يكون ملزما في الوقت الذي قطع به ماذا؟ في الوقت الذي قطع فيه هذا الإنسان ماذا؟ بكونه ماذا؟ بكونه مباحا، لا بكونه ماذا؟ لا بكونه ملزما. من هنا قالوا أنه إذا كان الأمر كذلك، فهذا الإنسان سيكون عنده علم أنا أنه واحد من قطوعاته يجب عليه ماذا؟ أن يتجنب هذا الواحد، وهو لا يعلم أي واحد منهم، يعني لا يعلم أن أي واحد من هذه الأمور التي قطع بها، لا يعلم أنه أي واحد منها، ليتجنبه مثلا على جهة ويبقى مع بقية يعني بقية الأمور يتعامل معها تعاملا ماذا؟ تعاملا طبيعيا. فيقولون من مثل هذه الحالة يمكن لنا أن نقول بأنه هذا الإنسان الذي يعيش هذه الحالة يجب عليه ماذا؟ يجب عليه أن يتجنب الجميع، لأنه هذه القطوع التي تكون ماذا؟ التي تكون نتيجتها الإباحة، يمكن أن يكون أي واحد منها هو الذي وقع فيه الخطأ. فإذا كان الأمر كذلك فعليه أن يتجنب، كأنه ماذا؟ كأنه شخص جاء له مثلا بمثلا بعشرات الأواني وفيها ماذا؟ وفيها إناء نجس، فعليه أن يتجنب الجميع باعتبار ماذا؟ فعليه أن يتجنب الجميع كما يتجنب الجميع هذا الإنسان باعتبار العلم الإجمالي الحاصل عنده. ولكن قال هؤلاء بأنه مثل هذه الحالة التي تتحدثون عنها، هذه الحالة عندما يحصل مثل هذا الأمر ويكون الوضع طبيعي، ولكن هذا الإنسان ليس إنسانا طبيعيا، يعني هذا الإنسان صحيح هو يلتفت إلى نفسه، يلتفت إلى وضعه، ويلتفت إلى أنه حالته غير الطبيعية التي
يعني توصله بعض الأحيان ربما بحالة شبه قهرية إلى أن يقطع، وعندما يلتفت سيصل في ذهنه ماذا؟ سيحصل في ذهنه مثل هذا الاحتمال أنه بسبب حالتي غير الطبيعية أنا أقطع لأبسط الأسباب. فإذا كان الأمر كذلك فيوجد احتمال على أن واحد من هذه القطوعات على أقل تقدير أنا ماذا؟ أنا وقعت فيه بمخالفة الواقع. يقولون هذا الكلام عندما يكون إنسانا طبيعيا يحافظ على ماذا؟ يحافظ على درجة الاحتمال هذه ويبقيها إلى نهاية المطاف. ولكن هذا الإنسان حتى وإن التفت، لأن هذا الإنسان إنسان ماذا؟ إنسان غير طبيعي قاطع، هذا الإنسان يقطع لأسفه الأسباب. هذه الحالة حتى وإن التفت إليها في أثناء طريقه في أثناء التفاته وقال بأن بعض ما سأقطع به مثلا في غدا وبعد غد وكما شابه ذلك، هذا يعني قد يكون ماذا؟ قد يكون فيه مثل هذه الاحتمالية، ولكن هذه الاحتمالية عندما يصل إلى حالة القطع هل تبقى أو تزول؟ يقولون بأن هذه الحالة إنما تكون ماذا؟ إنما تكون عندما يحصل عنده حالة الاحتمالية التي تبقى مع حالته مستمرة، مع حاله بحالة استمرار. أما إذا كان الأمر لا، أما إذا كان الأمر أنه عندما يلتفت إلى نفسه يقول مثل هذا القول ويبقى محتملا لمثل هذا الاحتمال، ولكنه بعد أن يدخل في خضم يعني الاعتقاد والقاطع ماذا يحصل لهذا الأمر؟ يحصل لهذا الأمر أنه ماذا؟ أنه يزول. لماذا يزول؟ لأن هذا الإنسان عندما يدخل في تفصيلات هذه الأمور يحصل عنده ماذا؟ يحصل عنده قاطع. وهذا الذي تتحدثون عنه من حالة الالتفات هذا قبل أن يحصل، قبل أن يحصل هذه، قبل أن تحصل هذه الأمور. فإذا حصل عنده اعتقاد ماذا سيكون اعتقاده؟ سيكون اعتقاده هو القاطع. وفي حالة وجود القاطع فلن يبقى هناك علم، علم إجمالي عنده، لأنه سيتحول حاله من حالة الإنسان الذي يحتمل وجود اختلاف للواقع في قطوعاته، يعني اختلاف بين قطع والواقع، إلى إنسان قاطع بكل ما مر عليه. فإذا حصلت هذه الحالة صار عنده علم تفصيلي أن هذا انتهى الأمر، ليس هناك ماذا؟ ليس هناك ما يمكن ماذا؟ ما يمكن أن يزحزح هذا الاعتقاد في نفسه. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا كان الأمر كذلك هذه القطوع المختلفة التي تتوارد على نفسه، هذه القطوع المختلفة هل يمكن أن يجتمع معها العلم الإجمالي وهو ماذا؟ وهو علم فيه احتمال. في هذه الحالة يقول هؤلاء بأنه ماذا؟ بأنه هذه القضية ماذا؟ بأنه هذه القضية لن تكون باقية حتى وإن ادعيت. لماذا لن تكون باقية حتى وإن ادعيت؟ لأنهم يقولون بأنه هذه القضية تحتاج إلى بقاء حتى يمكن ماذا؟ حتى يمكن الاعتماد عليها. أما وأن هذا الإنسان عندما يدخل في يعني في مواجهة هذه الموارد فإن الحالة التي يصل إليها هي حالة القاطع، وحالة القطع هذه حالة يكون الإنسان فيها ماذا؟ يكون الإنسان فيها جازما بما يعتقد، وتكون حالته النفسية ليست ماذا؟ ليست فيها حالات يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون فيها يعني أكثر من طرف، إنما يكون فيها ماذا؟ إنما يكون فيها طرف واحد. فإن هذا الذي عبرنا عنه بأنه واحد بالمئة من موارد القطع، هذا الواحد بالمئة بعد مواجهته لمثل هذه الموارد لم يبقى هذا الواحد. لماذا لم يبقى؟ لأنه هذه القطوعات المختلفة لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تجتمع، لا يمكن أن تجتمع ب يعني بهذه الحالة اللي هي حالة احتمالية، لأن الحالة الاحتمالية إنما تجتمع مع العلم الإجمالي وليس مع ماذا؟ وليس مع القطع الذي هو علم تفصيلي يخص كل مورد ماذا؟ كل مورد ماذا؟ بحسبه. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فعلى هذا يمكن أن نقول بأنه يوجد في المقام ما يمكن اعتباره ماذا؟ ما يمكن اعتباره ردا على هؤلاء. المصنف يقول لا، هذه القضية ليست هكذا، لأنكم إذا كنتم تريدون
إذا كنتم تريدون مثلا أن تبرزوا لهذا الوجه الذي أشير إليه، لهذا الوجه الذي أشير إليه أمرا يعني يخالفه ويرده، فهذا الأمر يجب أن يكون مبنيا على حالة، يعني مبنيا على أحد المباني. هذه القضية عندما نقول فيها أنه يمكن مثلا أن يحصل مثل هذا الأمر له، هذه القضية التي تذكرونها وهي أنه إنسان بعد أن حصلت عنده هذه الحالة انتقلت حالته من حالة المحتمل الذي له علم إجمالي إلى حالة القاطع الذي لا علم إجمالي في عنده، هذه الحالة عندما تذكرونها إنما تذكرونها في قبال رأي آخر، لأنه إذا كانت الحالة التي وصل إليها هذه الحالة يشترط فيها أنه يبقى عليه ما وصل إليه في بداية أمره حتى وإن زالت القدرة على ذلك أو لا، لأنه هذه القضية قد تكون مشروطة بأن يكون هذا الأمر مقدورا بالنسبة إليه، وقد لا يكون الأمر كذلك. لماذا يعني لا يكون كذلك؟ يقولون لأنه نحن عندما نتحدث عن هذا الشخص مع المال نتحدث عن شخص يعيش حالة غير طبيعية، فإذا كان الأمر كذلك فهذا الإنسان الذي يعيش حالة غير طبيعية، هذا الإنسان فقد هذه الصفة الاحتمالية التي جعلت منه يعيش يعني حالة العلم الإجمالي وأخرجته من هذا المقام إلى مقام آخر، مقام القاطع الذي لا يعيش مثل هذه الحالة. فيقول المصنف أنه هذا الكلام كله مبني على أنه يعني أن هذه القضية هل يمكن أن تزول يعني هل يمكن أن تزول بزوال القدرة أو لا يمكن أن تزول، لأنكم إذا قلتم بأنه هذا الإنسان قد زالت عنه هذه الحالة التي تريدون أن تذكرون بأنها تكون سببا مثلا لعدم معذريته، إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت تريدون أن تقول بأنها زالت، فمعنى ذلك أنه مثل هذه الحالة يجب أن تكون مشروطة فيها حالة الوصول يعني حدوثا وبقاء في حالة استمرار. ولكن هذا الأمر في الحالة الطبيعية، يعني الإنسان عندما تحصل عنده حالة قدرة ثم تفقد هذه حالة القدرة، إذا كان فقدان حالة القدرة بأمر يرجع إليه هذا أمره مختلف عما لو كان الإنسان يفقد القدرة بطريقة غير متعارفة. فالحالة التي فيها هذا الإنسان يعني الحالة التي وصل فيها هذا الإنسان إلى هذه الحالة إن كانت بسوء الاختيار تختلف عما إذا كان الأمر يكون أمرا طبيعيا، لأن الإنسان يمكن أن تحصل عنده حالة يكون قادرا ثم بعد ذلك لعارض أيا كان سببه يحصل عنده يعني زوال للتكليف. هذا الزوال للتكليف ليس سببه منه، لأنه إذا أراد أن يفقد نفسه الاختيار وكان سلب النفس الاختيار بسوء اختياره، عند ذلك ماذا يقال لهذا الإنسان؟ يقال لهذا الإنسان أنت مطالب بماذا؟ أنت مطالب بهذا الذي وقع عليه على ذمتك حتى وإن زالت قدرتك. لماذا؟ لأنه زوال القدرة هذا لم يكن بطريقة طبيعية، إنما كان بطريقة غير طبيعية. وهكذا الحال عندما تذكرون مثل هذه الحالة، أنه عندما تقولون بأنه يوجد مثل هذا الكلام وأنه يزول، يقولون هذا الزوال إنما يكون مبنياً على ماذا؟ مبنياً على أنه هذا الفقدان ليس فقداناً ماذا؟ ليس فقداناً بسوء الاختيار، إنما هو فقدان طبيعي، كما لو كان الإنسان مثلاً في وقت من الأوقات مكلفاً بفعل واجب وكان هذا الفعل الواجب يتوقف على أمر، وهذا الأمر الذي هو من شرائطه ماذا يريد هذا الإنسان؟ أن يفقد نفسه مثل هذه الحالة فيزيل هذه المقدمة. إذا أزال هذه المقدمة
هل يسقط عنه هذا الواجب لأن المقدمة سقطت مع أنه هو الذي أزالها؟ عند ذلك لا يقال لهذا الإنسان أنه معذور من هذه الجهة، لأنه هذا الاختيار لو زال لوحده يفرق عما لو أزاله بنفسه. فكأنه ماذا؟ كأنه هو إنزال، يقول ما إنزال باسم الاختيار. لا، هو يريد أن يقول ماذا؟ يعني هذه القضية إنما تكون مبنية على هذا الأمر، إنما تكون يعني هذه القدرة يعني تكون لو كانت بسوء، يعني لو كانت القدرة زائلة بطريقة طبيعية غير الحالة التي يزول فيها الشيء بطورة غير طبيعية. يعني نحن عندما نتحدث عن أنه ليس بمعذور كأنه نعذره، ليس بمعذور يعني عفوا كأنه نحن نتحدث عن عذر، باعتبار أنه هذا الإنسان الذي تتحدثون عن أن قطعه ليس حجتان، هذا القاطع ليس حجتان إلا أنه ليس هناك حالة مستمرة. هذا العلم الإجمالي اللي تقولون عليه أن يتجنب، هذا ليس أمرا مستمرا، لأنه بعد فترة سيزول هذا العلم الإجمالي، لأنه سيصل إلى حالة القاطع. يقول المصنف هذه الحالة صحيح يمكن أن تقبل، هذا إذا كان فقدانه لهذه، لو كان الفقدان لهذه القضية مبني على أنه أن يكون الوصول كالقدرة، يعني يكفي في دخول التكليف في دائرة حق الطاعة كونه مقدورا حدوثان. هذه كأنه ماذا؟ هذا الكلام الذي تذكره يكون ماذا؟ هذا الكلام يكون يعني يعني هذه لو كانت القضية ماذا؟ لو كانت القضية القدرة تشترط فيها ماذا؟ تشترط فيها حالة القدرة حدوثا وبقاء، والحال أن هذه القضية عدم كونها مستمرة، يعني هذه الحالة عدم كونها مستمرة ليس أمرا طبيعيا، بل هو أمر بسوء الاختيار. فإذا كان بسوء الاختيار الإنسان الذي يفقد نفسه الاختيار كما يقولون، يعني فقد الاختيار بالاختيار، يعني هذا ليس عذرا للإنسان، فكأنه إنسان يلقي بنفسه من فوق السطح ويقول مثلا بأنه ماذا؟ بأنني نزلت مثلا مقهورا مثلا بقوة الجذب. هذا الإنسان لا يعذر في نزوله، لأنه أنت تقول فقد الاختيار، يعني فقد الاختيار بالاختيار لا ينافي الاختيار، أنت مختار بقي عليك، لأنه في لحظة من اللحظات كان هذا الإنسان عنده ماذا؟ عنده علم إجمالي بأنه ماذا؟ بأنه يجب عليه أن يتجنب جميع هذه القطوعات حتى يكون ماذا؟ حتى يكون هذا الكلام مثلا سببا لتجنب الجميع. هذا الفقدان الذي حصل كأنه ماذا؟ هذا الفقدان الذي حصل كأنه بسوء اختياره، لأنه هو مأمور ماذا؟ هو مأمور بعدم الرزوق لمثل هذه الأمور، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك جرى. فيقول هذا كأنه ماذا؟ كأنه الذي يقول بأنه هذا العلم الإجمالي لا يبقى، كأنه يريد أن يقول بأنه الوصول، حالة الوصول هذه، حالة الوصول وحالة الوصول هذه تحتاج إلى حدوث كالقدرة، تحتاج إلى حدوث وتحتاج إلى مثلا بقاء. نقول لا، الحدوث يكفي في المقام. لماذا حدوث يكفي في المقام؟ لأنه نحن نفرق بين حالتين، الحالة التي يزول فيها اختيار الإنسان بصورة طبيعية، وبين أن يزول الإنسان ماذا؟ بسوء اختياره، لأنه إذا زالت القدرة بسوء اختيار الإنسان فإن الإنسان لا يمكن أن يعتبر حالته التي يكون فيها بعد اختياره سلب اختيار نفسه، هذه الحالة لا يكون فيها معذورا، حتى وإن ماذا؟ حتى وإن صنف شرعا ماذا؟ حتى وإن صنف شرعا بأنه ليس شخصا مختارا، لأنه هذه الحالة التي عليها الآن ليس ما يعني كأنه إنسان بدأ وقت الصلاة وكان عليه أن يصلي، بعد ذلك عليه ماذا؟ عليه أن مثلا أن يقوم مثلا بالوضوء مثلا، وليس عنده إلا ماء، وجاء بهذا الماء وأراقه، هذا الإنسان فقدانه، يعني هذا الإنسان لن يكون معذورا ماذا؟ لن يكون معذورا بفقدان اختياره لمثل هذه القضية، لأنه هذا الأمر كان ماذا؟ كان حدوثا وصل إليه التكليف، بعدم بقاء التكليف عليه بسوء اختياره، لأنه كان يعلم بأنه إراقة هذا الماء ليس من حقه. فكأنه المصنف يريد أن يقول بأنه هؤلاء الذين ذكروا أن حالة العلم الإجمالي لا تبقى في مثل هذه الحالة، ماذا يريدون؟ يريدون أن يقولوا بأنه إذا فقد هذه القدرة
من ناحية البقاء والاستمرار، فكأنه ماذا؟ فكأنه يصنف إنسانا ماذا؟ غير مختار، وبالتالي يكون ماذا؟ وبالتالي إذن لا يمكن أن تقول بأنه غير معذور، بل يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون معذورا. المصنف يقول لا، القضية ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لأنه يجب أن نفرق بين أن تفقد حالة القدرة بصورة طبيعية، وبين أن تفقد حالة القدرة بطريقة ماذا؟ بطريقة غير طبيعية. حتى هذا كلامه في يعني نطبق هذا الكلام الذي أشار إليه، ويعني ينتهي البحث إن شاء الله في هذا المطلب في يعني الدرس القادم، حتى نبين أنه المصنف أساسا هذا دخوله في الرد ماذا يريد من دخوله في الرد؟ هل يريد أن من دخوله في الرد هنا أن يبين أن له رأيا يوافق هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا التفصيل، أو يريد أن يقول لا كلام آخر غير هذا الأمر، أنه يريد أن يقول بأنه هذا الكلام غير صحيح؟ إذا كان هذا الكلام غير صحيح، أين جوابه عن هذا الكلام؟ لأنه هو الآن يجب أن يكون عنده جواب، لأنه هذه الوجوه التي ذكرت إنما ذكرت ماذا؟ كأن المصنف في هذا الكلام كأنه ينتصر إلى بعض من هذه الوجوه، فإذا كان لا يريد الانتصار لها، وإنما كان يريد مناقشة هذه يعني هذا القول، وأن هذه كلمة فإن قيل، إذن أين الكلام الذي يفهم منه أن المصنف ماذا؟ أن المصنف يريد أن يقول أنه الوصول إلى التكليف لا يحتاج فيه إلا الحدوث، وإنما لا يحتاج فيه ماذا؟ إلى البقاء، حتى يكون كلامه ماذا؟ حتى يكون كلامه متوازنا مع الرأي الأول، لأن الرأي الأول ماذا قال؟ الرأي الأول قال أن القطع غير المصيب يكون حجة تنجيزا وتعذيرا، فعلى هذا يجب أن يكون هذا الذي ذكره هنا إنما تكون ماذا؟ إنما تكون ردا على أمر، هل هذا الرد على الأمر يعني موافقة لأصحاب الوجوه أو ماذا؟ أو لمجرد ماذا؟ لمجرد مناقشتهم في هذه يعني النقطة بالذات. إن شاء الله هذا الكلام يأتي في الدرس القادم، ثم نبدأ بالبحث الجديد في الأدلة المحرزة إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.